الثانية صباحا، 12 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية لمتابعة موقف توفير السلع الاستراتيجية الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي وجه كذلك بدقة الالتزام بأحدث النظم والمعايير والمواصفات العالمية للتصنيع الغذائي بما يؤهله لتلبية الاحتياجات المحلية وكذلك التصدير. وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي اطلع على الموقف التنفيذي لمجمع الصناعات الغذائية قها وإدفينا والذي يقع بمدينة السادات على مساحة 120 فدانا وبتكلفة استثمارية بنحو 5.5 مليار جنيه. وجه الرئيس السيسي بالتوسع في جهود تصنيع المكونات الخاصة بإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وبالأخص توربينات الرياح والألواح الشمسية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمتابعة مشروعات وزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية خاصة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة وكذلك الربط الكهربائي مع دول الجوار. كما وجه الرئيس السيسي باستمرار تعزيز الجهود في مجال توليد طاقة الهيدروجين الأخضر في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي بمشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره مصدرا واعدا للطاقة في المستقبل. وأعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي اطلع على مستجدات مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار خاصة السعودية اليونان وقبرص. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للتهنئة على نجاحه في نيل ثقة البرلمان العراقي وتشكيل الحكومة. وأكد الرئيس السيسي دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق والاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين والحرص على دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين إلى آفاق أرحب. وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس الوزراء العراقي أشاد بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والعراق، كما أكد الحرص المتبادل على تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك في شتى المجالات والتقدير للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كل الأصعدة وكذلك الدور المصري الحيوي في تعزيز آليات العمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة. أكد وزير التموين علي المصلحي حدوث انفراجة قريبة في صرف الشحنات المتأخرة من السلع الغذائية، مشددا على مصادرة أي كميات أرز خارج المنظومة ومراجعة أسعار السلاسل التجارية. كما شددت وزارة التموين على أن المخزون الاستراتيجي للقمح يكفي لمدة 6 أشهر. من جانبه أوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين عبد المنعم خليل أنه سيتم ضخ كميات كبيرة من الزيت والسكر والأرز في جميع المجمعات الاستهلاكية، مشيرا إلى أن الوزارة يمكن أن تفرض تسعيرة إجبارية للسكر إذا اضطرت لذلك. من جانبه قال أمين عام اتحاد الغرف التجارية علاء عز أن جميع مستلزمات الإنتاج المحجوزة في الموانئ سيتم الإفراج عنها خلال أسبوع، مشيرا إلى أن جميع المصانع ستعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.
أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية فوز المرشح اليساري لولا دي سيلفا على الرئيس الحالي جاير بولسونارو في الانتخابات الرئاسية في البرازيل وفقا للنتائج الرسمية. هذا وتقدم كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتهنئة إلى دي سيلفا لفوزه بالانتخابات البرازيلية. Hoje, nós estamos dizendo ao mundo que o Brasil está de volta, que o Brasil é grande demais para ser relegado a esse triste papel de pária no mundo. ختام الموجز مشاهدينا، ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. شكرا جزيلا على طيب المتابعة، وهذه تحياتي لحضراتكم، أنا آلاء شطة.